السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ايو هو ايه ده؟ انا هقولك. لا ما تقولهاش، لانك لو قلت لها مش هتاكل. لا لا قولوا. بص يا ستي، الاكل دوت خضار فاسدة ولحم فاسدة وكده. على فكرة كل أسبوع بيجينا تبرعات وأواعي وأشياء زي كده، وهي بتحرقهم تاخد الفلوس ليها. طب ليه؟ احنا لو قلنا لأي حد أصلا هتموتنا، لازم ما نقولش لأي حد. يلا فوقوا. أيوة أيوة أيوة. النهاردة الست جاية عشان تشوف حد تتبناه. يلا قوموا نضفوا الميتم، وبتقولوا ان انا بعملكم احسن معاملة وبجيب لكم هدايا. فاهمين؟ طبعا طبعا زي كل مرة. هو ده دار الايتام صح؟ ايوه دوت. يلا ندخل. يلا. الست جت، الست جت هي وجوزها، عايزة أدب. فاهمين؟ حاضر حاضر. تعالوا تعالوا تفضلوا، الأولاد مستنيينكم. يلا تعالي. هي هتختاروا مين للتبني؟ لا احنا مش هنتبنى كده، احنا هنيجي كل اسبوع نطمن على الولاد ونهتم فيهم اكتر. ماشي هسيبكوا بقى مع بعض شوية. اسمك ايه يا عسل؟ انا منى. وانت اسمك ايه؟ انا اسمي حسن. وانت يا سطورة اسمك ايه؟ انا اسمي تالا. وانت يا قمر اسمك ايه؟ انا اسمي سارة. الله دي اساميكوا حلوة قوي. تعالوا نقعد مع بعض شوية. هي دي الاوضة تبعتكوا؟ كلكم بتناموا بالاوضة دي؟ ايوه. وهي بتجيب لكم هدايا ولعب وكده؟ ايوه طبعا طبعا. طب يلا تعال مع بعض شوية نتكلم. كل واحد عايز اعرف كيف مامته وباباه ماتوا، يعني كيف قصة موتهم. ابدأي انت يا منى. قصتي بدأت من 5 سنين. ايوه من 5 سنين فاتت. كنا انا وماما وبابا فاتين في مركب، فغرقنا كلنا وعرفوا ينقذوني. فعماتي اهلي يعني عماتي وكده قالوا يودوني دار ايتام عشان ما يعرفوش يرعوني. يا حبيبتي معلش. طب وانت يا محمد؟ انا ولدت ما شفتش امي وابويا اصلا. حبيبي خلص، انا لو قدرت هتبنط كلكم. وانت يا ليلى؟ انا اللي حصل لي، انا اللي حصل لي ماما وبابا عملوا حادثه، وانا برضو زي حسن اتولدت وانا مش شايفه ابويا وامي. طيب احنا قعدنا مع بعض كتير قوي، ان شاء الله الاسبوع الجاي هنيجي نزوركم. وهنجيب لكم هدايا واشياء حلوه قوي. الست دي طيبه قوي، كان نفسي اقول لها الحقيقه بس الست هتقتلنا. انا بفكر ان اقول لها الحقيقه واقول لها تبلغ البوليس او مستشفى المجانين، لان دي مجنونه.
استمتعتوا مع الأطفال؟ أيوة استمتعنا قوي، وهتشرفوا الأسبوع الجاي؟ أيوة هنجيب لهم هدايا وشي زي كده، وهنتبرع بمغلب لغلم للميتة. أنا حبيت الأطفال كلهم، وأنا كمان. يبقى نفكر ناخدهم كلهم إن شاء الله. يلا الدور عليك عشان تغسلي الأطباق. حاضر. إيه ده؟ كسرت الصحن؟ والله غصب عني، والله ما، والله غصب عني. تعالي معايا هوديك الأوضة السرية. لا لا عشان خاطر ما توصليش الأوضة السرية. تعالي يا تعالي عشان خاطر لا أخبك. الله ما كان قصدي، والله دي هتودي من الأوضة السرية. ايوه توديها الأوضة السرية. مرة كانت دي تحبسني فيها عشان كلنا منعناها، حرقتنا كلنا. تعالي يلا تعالي ابتدى ادخل الأوضة السرية. لا ارجوكم ما تسيبوش. انا اسفة والله ما كان قصدي. بنت قلة ادب بتكسر الاطباق ومش عايزاني اعاقبها. يلا ادخل الأوضة السرية. شفت عقاب اللي بيعملش حاجة، بيعمل حاجة غلط وما يسمعش الكلام. فاهمين؟ فاهمين فاهمين فاهمين. الأولاد هيفرحوا بالمفاجأة اللي عاملينها لهم. أيوه هيفرحوا جدا. مين انت؟ انت ليه جيتوا؟ احنا جينا عشان نعمل مفاجأة للأولاد ونجيب لهم هدايا. اعطونا الهدايا اديها لهم. لا احنا عايزين نشوف فرحتهم. طيب اتفضلوا اتفضلوا. ازيكم عاملين ايه حبايبي؟ انتوا وحشنا قوي، وانتوا كمان وحشنا. مالكم زعلانين كده؟ هقولها اصل الست دي بتعذبنا. انت لو قلت ليها ايه؟ الست بتعذبكم؟ لا 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 الكلام ده قولوا لي يا حبيبتي. ما تخافيش انا مش هقول لحد. هي بتعذبنا وبتخلينا ناكل وجبة واحدة باليوم، وبتطعمنا اكل فاسد وبايظ. ايوه هي بتطعمنا اكل بايظ وفاسد. وبتعمل ايه كمان دي الست المجنونة دي؟ كمان تحبسني في الأوضة دي وبتعاملنا وحش قوي. وايه كمان؟ في عندها أوضة سرية، دي أوضة ضيقة قوي بتحبسنا فيها. لو نكسر صحن أو نخلق القواعد. بس أرجوكم ما تقولوش لأي حد لأنها رح تعذبنا. لا يا حبايبي ما تقلقوش، احنا مش رح نقول لأي حد. طب ايه الحل مع دي الست المجنونة؟ ان نركب كاميرات ونوري الكاميرات للبوليس. ايوه فكرة حلوة، لكن خايفة تعذبنا قوي. وقالت لنا كمان ان لو قلنا لأي حد انها بتعملنا كده رح تعذبنا. ما تخافوش يا حبايبي، انا مش هقول لاي حد اي حاجه. احنا هنمشي دلوقتي، والمره الجايه هنجيب معنا الكاميرات ونركبهم في الغرفه. ماشي ماشي، بس ما تقولوش لحد تذكروا. ايوه حبيبتي احنا مش قايلين لحد. احنا هلا رح نمشي ومش هنبين اي حاجه. شاطر انك قلت لها، ما انتوا كلكم جبن مش عارفين تقولوا لها.
بس أنا خايفة قوي. لا ما تخافيش، هم زي ما قالوا رح يمشوها من هنا ويودوها السجن. هم قالوا رح يروحوا يجيبوا الكاميرات ويخبطوا علينا، بس الست نايمة لا تصحى. لا بتصحاش، ما تخافش. ايه ده، حد بيخبط. انا هروح افتح لهم بسرعة. احنا جبنا دي الكاميرات على شكل مخيف عشان ما تشكش فيها. ايوه اتفضلوا اتفضلوا. هي الست راحت فين؟ الست نايمة فوق. ما تعملوش دوشة، ماشي احنا هنركب الكاميرات ونمشي على طول. اول كاميرا احنا هنحطها فوق، تاني كاميرا احنا هنحطها هنا، تالت كاميرا احنا هنحطها بالأوضة بتاعتكم، الكاميرا بقى دي هنحطها هنا في السرير. خلاص كده احنا ركبنا الكاميرات، ترباكم على نفسكم. ان شاء الله الاسبوع الجاي هتكون الكاميرات مصورة وهنوديها للأسر وهنتبنك كلكم وهنجيب لكم حاجات وشزي كده. يلا دير بالكم على نفسكم، هدو مرة أسبوع احنا هنشوف الكاميرات ونوديها للأسر. يلا بينا ندق الجرس بس شوي. هما جو مرة أسبوع كامل، احنا هنودي الكاميرا، هما هيودوا الكاميرات للأسر وهيتبنونا. يلا بينا نفتح لهم الباب. تفضلوا تفضلوا. يلا الكاميرات صورت. أيوة أيوة صورت، بسرعة فوتوا. يلا 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 احنا هنمسك الكاميرات دلوقتي. احنا هنروح غرفتكم ونجيب الكاميرات منها. نجيب الكاميرا ونوديها للأسر. انتوا خليكوا هنا وتبينوش اي حاجة للست. هنجيب الكاميرا الثالثة. احنا هنا رايحين للأسر وانتوا تضلكوا هنا. طيب احنا مش هنبين اي شيء. يلا ديروا بالكم على نفسكم. مع السلامة مع السلامة. يلا يلا بينا نروح للأسر ونقول لهم لو سمحت لو سمحت. انتوا جايين هنا ليه؟ في ست بتاعت ميتة هي بتعامل الأطفال شريرة قوي قوي. وين الدليل؟ احنا جبنا لك دول الكاميرات نسجل فيهم كل شيء. انا هشوفهم. ايه هي بجد بتعمل ده في الاطفال؟ ايوه بجد. احنا هنفصلها من شغلها وهنخليك انت هي بتاعت الميتم. بجد انا متشكره قوي قوي. هو ده بيتها يا حضرة البوليس، هو ده. طيب انا هرن الجرس. من على الباب. انا البوليس. ايه انت البوليس جاي ليه حضرة البوليس؟ افتح الباب بسرعة. حضرة حضرة يا حضرة البوليس. تفضلوا تفضلوا. معكم كاميرات؟ ليه جايبين دول الكاميرات؟ انت بتضرب الاطفال، بتعلمليهم مش كويس قوي. احنا هنوديك السجن وهنخلي دول هما المسؤولين عن الميتم. ايه دول كذابين، كيف انت اثبتوا ده؟ معنا كاميرات واحنا ركبناهم قبل اسبوع في ده البيت وشفنا كل شيء. ايه انا ما فعلتش ده،
هم كذابين. هتروح السجن وهم راح يصيروا هم المسؤولين عن الميتة. حاضر حاضر. هي انتوا رجعتوا رجعتوا. هي احنا صرنا مسؤولين عن الميتة وهلقيت ده وقت الطعام. اكيد انتوا جعانين قوي. ايوه احنا جعانين بدنا ناكل.